آلاف القضايا بظرف أشهر فقط سجلت في مراكز شرطة البصرة، توزعت بين تعاطي وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. الآفة التي تدخل العراق من الحدود الشرقية غالبا ومن محافظات أخرى أحيانا دفعت المتابعون لهذا الشأن لتحميل الأحزاب النافذة والمؤسسات المختصة مسؤولية تفشي الظاهرة وعدم معالجتها. تجار المخدرات يرتعون ويصولون ويجلون، وكذلك بعلم الدولة علما أن هذا الملف لربما فيه جنبة سياسية. لهذا من خلال قناتك نقول يجب السيطرة من خلال هذه المؤسسة الثلاثية، بالتالي حتى ننقذ الشباب، وأنت تعلمون أن المجتمع العراقي هو نصفه وشباب. النشاطات التوعوية الميدانية والمداهمات المفاجئة للأماكن المشبوهة تحتاج بحسب مراقب لتطوير قدرات عناصر مكافحة المخدرات، مع ضرورة إسناد الشخصيات الدينية والعشائرية لاحتواء الأمر قدر الإمكان. في الدولة المسؤولة عن هذا الموضوع في وزارة الشباب، في وزارة الثقافة، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها دور أساسي في احتواء الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واحتواء ما يمتلكون من مواهب، حتى لا يلجأ الشاب إلى مثل هذه الأمور. إضافة إلى قضية مهمة وهي مراقبة، يعني على الجهات الأمنية التجديد على مراقبة المقاهي لا سيما الخاصة بتعاطي التدخين. جدير بالذكر أن محافظة البصرة لا تملك مصحة نموذجية كما هو الحال لباقي المحافظات لمعالجة مدمني المخدرات، كما يمنع القانون تحويل المتعاطي حديثا للعلاج فيرمى سجينا رفقة التجار والمدمنين ليصبح واحدا منهم بعد قضاء محكوميته. نداء مدني أخير للجهات المعنية لاحتواء الشباب بعد أن وصلت أعداد المتعاطين والمروجين للمواد المخدرة لأرقام مخيفة دون خطوات رسمية تذكر لعلاج الأمر، بخصوص ضبط الحدود والاهتمام بالطاقات الشبابية حفاظا عليها من الضياع واللجوء للتعاطي. من البصرة أركان تقي، قناة التقي.